تعالوا نروح للتشكيل المتوقع للاهلي وايضا التشكيل المتوقع للزمالك لنهائي كاس مصر ان شاء الله بعد ساعات ده تشكيل المتوقع للنادي الاهلي في حراسه المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول في وسط الملعب حمدي فتحي واليو جانج وعمرو السلية وفي الهجوم أفشة واحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم ممكن يعني يتغير ويتحط مكانه ايمن أشرف بس ده التشكيل الأقرب نشوف اللي بعد تشكيل الزمالك هيبقى كالتالي محمد عواد في حراسة المرمى وثلاثي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وفي وسط الملعب عبد الله جمعه وإمام عاشور وروقة وسيد نيمار ثم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ده تشكيل أهلي وأيضا تشكيل الزمالك المتوقع لهذه المواجهة عايزكم بقى تشاركونا توقعاتكم لنتيجه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر على صفحتنا عبر الفيسبوك صفحه القناه الاولى قولوا لنا مين اللي يكسب الاهلي ولا الزمالك النتيجه تبقى ايه وتكسب معانا تيشيرت فريقك المفضل سواء تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرت نادي الزمالك